اتفضل. انا في طريقه ان انا ممكن اشتري برامج دي بسعر ارخص من سعرها الحقيقي اللي هو بالدولار. لو انا احول الدوله بتاعتي من مصر لدوله تانية زي ارجنتين او اي دوله السعر فيها رخيص، يعني دولتها العمله فيها رخيصه. والله يا اخي معذره، يعني لي منهج عدم الافتاء بالتزوير، عدم الافتاء بالتزوير. الله يبارك فيكم، الله يسلمك. اذا كان في الامر يعني فسحه لا باس، اذا كانوا يسمعون، لكن التزوير لا افتي بالتزوير. الله يسلمك.